هكلمكم عن فترة السادسات وعكسها. فترة السادسات عبور زحل فوق القمر، وعكسها هي فترة عبور المشتري فوق القمر. في أيام عبور زحل فوق القمر لازم تشوف الحزن، وللأسف لازم عينيك يظهر عليها لمحة الحزن للأسف. وفي فترة عبور المشتري فوق القمر هتشوف الفرح، وعينيك يظهر فيها الفرح. وفي كل الحالات في حاجة اسمها دموع الفرح وفي حاجة اسمها دموع الحزن. واحنا عرفنا انه انا معرفش ايه اسمها بالانجليزي فترة عبور المشتري فوق القمر، والعكس فترة عبور زحل فوق القمر. لكن خلينا اقول لكم انه دايما الايام للأسف الشديد يعني تجري الرياح بما لا تشتهي السفن احيانا، والكواكب هي اللي بتحكم عليك يعني، وفي حاجات بتحكم عليك اكبر منك يعني. زحل يعبر فوق القمر ده شيء سلبي اكبر منك يعني، مو بيدك. فترة عبور المشتري فوق القمر برضو دي فترة سعادة، ممكن تكون سعادة وتظهر عليك بس مو بيدك يعني. ربنا يوفقك ان انت تقدر تلاقي الشيء اللي يسعدك اكتر واكتر في فترة عبور المشتري فوق القمر او في نفس البرج القمري. يعني مثلا انا مشتري القوس، فترة عبور المشتري في برج القوس سنة 2019 دي كانت سنة لذيذة بالنسبة لي، ما كانتش كلها لذيذة بس كانت تعتبر نوعا ما سنة لذيذة، أخف من الفترات بتاعة عبور زحل في القوس على القمر اللي اتفشخت فيها فشخ لا يعلمه إلا الله. على العموم، على العموم احنا بنشرح الكلام ده واحنا عارفين ان الحياة مش دايما أرباح، زي ما بتربح للأسف الشديد دايما بيجي في خسائر. انا بصراحة انا اكتر انسان متصالح مع الخسائر، علي الطلاق انا متصالح مع الخسائر. لكن المشكلة مش في الخسائر المادية، عمري ما حزنت على خسارة فلوس صراحة يعني، انا اقولها بمنتهى الصدق، عمر الفلوس ما حزت في خاطري مرة قوية قوي. الشيء اللي بيحز في خاطرك احيانا العجز، الشعور بالعجز ده أسوأ ما يكون، أسوأ 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 ما يكون إن أنت تتحط في موقف تحس نفسك عاجز، مو قادر تسوي أي شيء، يعني خارت قواك. ففي اللحظة دي بس، في اللحظة دي بس، دي اللي أنت يعني بتسترجع أنت مين وكيف كنت وليه وروحت فين وكلمت مين ومن أنت وما هو تعريفك عن شخصك وما هو تعريفك لذاتك ومن أين جئت وإلى أين ستذهب وما هو مصيرك، وتسأل كل الأسئلة المنطقية العقلانية الفلسفية العميقة اللي في الحياة، الفلسفة العدمية. بس الفترة اللي انت بتشعر فيها بالعجز لما زحل يعبر فوق القمر، زي ما انا كنت في مصر كده او يعني ما علينا، كنت اشعر بالعجز في شعور رهيب وانت هناك يعني تعاني وتتألم ومحدش حاسس بيك يعني، يعني في حاجات اكبر منك زي اوضاع البلد الاقتصادية، زي الحالة اللي بتمر بها الدولة، زي طبيعة الشعب، زي في حاجات طبيعة الناس اللي حواليك، طبيعة الاب والام والاهل والاخوة، طبيعة اصحابك اللي انت شفتهم من الطفولة او اللي اتفرضوا عليك من الطفولة، طبيعة البيئة المحيطة، الفلوس انه ما كانش فيه فلوس، في حاجات كتيرة بتتفرض عليك، انه في زوج مقرف مثلا في حياتك او في حياتك، ان في شخص بتحبه او حبيته او تورط في علاقة عاطفية معاه وما انتش عارف تطلع. في احيانا فترات انت يعني انت بتتعب جدا فيها انت وانت بتشعر بالعجز وما انت قادر تطلع، عامل زي اللي واقع في البير ومستنى حد يجي يشدك من ايدك يطلعك من البير اللي انت وقعت فيه. انت ما تعرفش انت كيف وقعت في هذا المستنقع، انت بتفكر كيف تخرج من هذا المستنقع. احيانا هتمر عليك فترات في فترة السادسات، فترات ملهاش تفسير خالص. فيا أخي في الإسلام وفي الإيمان، لو أنت في 2023 أو 2024 أو 2025 وبتسمعني، فأكيد أنت عندك يعني زحل يعبر فوق القمر في برج الحوت، وأنت أصلا لو أنت يعني من مولد قمر الحوت فغالبا الدنيا عندك يعني الدنيا غريبة، أنت أصلا كده كده شخص يعني لطيف، وزحل يجي يلطف الموضوع أكتر وأكتر فيخليك تشعر باللطف والكثير من الخوازيق. لو انت في 2022 او مدري 2021 وعندك القمر في الدلو في خريطة الميلاد، فاكيد انت بيعبر عليك زحل الدلو. فترة 2019 كان بيعبر فيها زحل في الجدي. فترة 2017 يعني كانت ايام الواحد عايز ينعنها في كل كتاب. وفترة 2016 كانت فترة عبور زحل القوس. فترة 2013 اللي السيسي مسك فيها الحكم، ولا مدري 2014 كانت فترة زحل
كانت فترة زحل العقرب، الفترة اللي السيسي مسك الحكم فيها، كانت هند القحطاني وأمثالها من الناس اللي عندهم قمر العقرب كانوا يمروا بفترة السادساتي. فيبدو إن هي هندو اتطلقت في الفترة دي، أو حصل لها مشاكل كتيرة مع جوزها في الفترة دي، فعشان كده قررت إن هي تطير سنة 2018 بعد ما خلص زحل القوس، راحت على أمريكا، أو هي من قبلها يعني، من قبلها راحت على أمريكا بس ابتدت تفتح الحساب يعني. فالمهم حسبها في السناب. المهم ان فترة السادساتي وفترة عبور المشتري فوق القمر دي في فترة الحزن وفترة الفرح. الحزن بيحصل يعني مرة كل 30 سنة، الفرح بيحصل مرتين مثلا اكتر. فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، دايما العسر بيبقى واحد لكن اليسر مرتين. ان مع العسر يسرا فان مع العسر يسرا، فان شاء الله تتسهل وتتظبط الامور. محدش يزعل من ان انا بقول كلام سلبي عن زحل وعبوره فوق القمر. ممكن تكون فتره تتقوى فيها نفسيا، وممكن تكون فتره انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل لك من التغيرات والمصايب والمشاكل اللي هتقابلها. ممكن كانت الفتره دي بالنسبه لي انا صعبه جدا، كانت فتره جحيم، كانت فتره انا عانيت فيها معاناه ما الله به علي، معاناه وتعب نفسي او الم داخلي، او فترة كده من الحيرة، فترة من العجز والحيرة. انت الفترة دي انت تتقلب على جمر وكده، حاسس بخنقة وضيقة، وحاسس ان انا بتهد، في ناس من جواها بريئة ومش عارف ايه كده، وفي ناس من براها تخض ولا مدري مش عارف ايه كده. فالمهم الدنيا غريبة يا اخي، والله والله الواحد بيمر عليه مواقف. الحمد لله بس الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه، والحمد لله اللي ربنا رفع عننا البؤس والشقاء والضرر والبلاء، والحمد لله يعني الحمد لله ان ربنا عافانا من التخلف ده. المهم يا اخي في الاسلام مهما كانت الصعوبات والعراقيل والمشاكل والنحوسات التي نقابلها، فالحمد لله ان انا قابلت منها جزء كبير جدا في فترة السادسات. انا اتفشخت، انا طلع دين امي، انا اتولدت من الاول وجديد، انا يعني انا شفت اللي محدش شافه. انا شربت المر بمعلقتين يعني، كنت بشرب المر بكل المعالق التي يتخيلها البشر والتي لا يتخيلها البشر. ما اعتقد ان في حد اتفشخ قد ما انا اتفشخت في فترة السادساتي، ما اعتقد صراحة، ما ادري كيف، بس انا ما اعتقد ان في حد جرب نفس الالام اللي انا جربتها، مع انها كانت الام تافهة لو احنا بسطناها، بس هو بتيجي، بس الموقف اللي انت بتتحط فيه بيخلي لك اقل درجة من الألم تبقى كبيرة جدا، لأن أنت بتبقى حساس في هذه الفترة، فأي كلمة تأثر فيك أو أي موقف سلبي ابن كلب تافه ملوش لازمة يأثر فيك.